ربك يثيبك قيام الليل لأنك علم منك صدق تلك النية. فنية المؤمن خير من عمله، عمله قليل نواياه كثيرة. ولذلك أذكر رجل من العلماء كان يحدث عن شيخه، قال كنا جالسين مع شيخنا فطرق الباب طارق، فابتدر أحدنا ليفتح الباب، فقال له شيخه ماذا تفعل؟ إلى أين؟ قال أفتح الباب. قال تفتحه بنية ماذا؟ أتعجب من السؤال، واش سمعت قط هذا السؤال قبل؟ تفتح الباب بنية ماذا؟ بنية أن أفتحه. أفتحه بأي نية؟ أفتحه بنية ماذا؟ قال هذا استغرب من السؤال، فقالوا تنوي أنه إذا كان مسكينا طالبا لطعام تطعمه، تنوي أنها إذا كان هذا الطارق مسكينا يطلب ماء أن تسقيه، تنوي أنه إذا كان تائها ترشده، تنوي أنك طبعا هذا الطارق واحد لا يمكن أن يجتمع في هذا. يقول فأنت إذا قمت تكون لك تلك الثواب تلك النيات كلها، لأنه أنت نويت صدقا من قلبك أنه إذا كان عطشانا ستسقيه، وإذا كان جائعا ستطعمه، وإذا كان تائها، فكان أحد هذه الاحتمالات تأخذ ثواب الاحتمالات الأخرى أيضا، لأنه ما منعك من أن تفعل إلا أنه لم يكن كذلك. فنيتك خير من عملك، خير لك من عملك. إنما نطعمكم لوجه الله، لا صدق النية، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.